في الكيف. انا تو من قبل مانعين عليا من عام 2004 باش نبني زوج بيوت. تقول لي زميلنا اون كاسكيت نوار جبد قال ثم شكون حاضر لهنا بناء وكذا واحد باش نوضح له. لا باش نوضح له ما يساش، احنا كافيه وتوانسه اون جينيرال. من 2004 انا مانعين عليا باش نبني، ما انا غاديك كوم ان جون باش نسكن غادي. هو جاء واحد من تونس اللي بجنبنا غاديك اللي بنى الفيلا الكبيره هذيك، جاء عاونته البلديه والسيان جمعيه سيانه المدينه، ما يسمى بجمعيه سيانه المدينه خاطر احنا في البلاد العربي. انا كمتساكن في المدينه العتيقه انا نجم نوصف به لا اعترف بجمعيه سيانه المدينه. او علاش؟ مالوريزمون نحترمها راه ثم تزكت باين عملت، فهمتني؟ منها معناها تشبيب وتجميل المدينه العتيقه كذا. لكن علاش؟ جاء واحد من تونس يخدم في الاداره العامه للفلاحه، بناء خذا الارض بلاش، عاونوه اداريا وفنيا وتقنيا. انا كي جبت نبني قبل 2011 ما انا علي وقت البنيت في 2011 في الشهر الاول بعد الثوره. صديقي سي هيثم بعد ما بنيت الشهر الاول بعد الثوره شكت بيا جمعيه سياده المدينه، شكت بيا الشرطه العدليه وزاره الثقافه والاداره العامه تاع التراث. لا واش نفسك ما يصيرش، ها نتناقشوا. لا واش اسمعني، لا 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 اسمعني اسمعني، لا ما يصيرش اسمعني. ها ما هو علاش انا علاش اول مره نحضر انا علاش هو قال اول مره نحضر كيف هكا، فهمني؟ اول مره نحضر مثلا معناها المناسبه كيف هكا. بالعكس باش نبادلوا ونقرب وجهتنا النظر. لا لا باش نحكوا على الجمعيات، لا لا الجمعيات ما تكونش عندها تكونش نخبويه في الكيف. السير ديار في الكيف جمعيه ما تعاونكش انت كمواطن من البلاد العربي، ما تعاونتش جمعيه سيرة المدينه، عاونتني انا السير ديار، عاونتني جمعيه جرين بيس. جرين بيس علاش؟ خاطر انا طلعت للقصبه ثم جروب جايين مخر، كلمت العساس عملنا جوله فسرت لهم شيخوا عليا. علاش؟ كي وريتهم كارت لي انا راني من 2005 جيتي ان غيد توريستيك اغري باليتا تونيزيان، نخرج من السيركوي من البلاد العربي نتعدى التستور تبرسق الكيف مكثر تعدى طبرقه نرجع للكيف عاد نمشي للجنوب ونرجع، ما يعرفها حتى واحد من الكيف. لكن نحن علاش لهنا ما نحبوش الجمعيات في الكيف تكون نخبويه، هذيك المشكله. علاش نحن نتعاونوا نسكنوا مع بعضنا؟ انا كي يجوني السيد كي قارب نار تحت القصبه، انا تحت القصبه السكرجيه والمجرم ورا الدار، واول حاجه كي بنيت الدار وراها انا عندي دو زونديكابي من حاملين حاجات خصوصيه. باش تعرفها باش تعطيه معلومه صحيحه. لا باش ما نقولوش، لا ما تهموش العباد هكاك. ما نجموش نحكيو راه. اي لا باش ما نغلطوش مع العباد. لا خاطر سي هيثم، سي هيثم قلت انت قلت نحمو المواطنين الاصليين تاع ولايه الكيف. اظن الاهميه الاولى اللي نتاعهم هما. فهمتني؟ لا نحمو المواطنين الاصليين باش انا تنجم تعمل عليك. جيت تورست انا نفرح بيه. انا نخرج القهوه نعطيه شربة الماء. وكل شيء صح. اي فوالا.